صباح الخير، هاليوم رح نكمل بقية الستيبس اللي بتمر فيها عملية البروبلم سولفينج. سبق وقلنا انه الستيب نمبر 1 كانت هي ايدنتيفيكيشن البروبلم، فيها بعرف وبحدد المشكلة. الخطوة الثانية هي structuring the problem، هيكلة المشكلة، وفيها بلشت انا اعمل collect للانفورميشن، وقلت هالانفورميشن لازم تكون ذو صلة بالموضوع او المشكلة. أيضا ضمن عملية الستركشرينج حددت الريكويرمنت والنيدز. بعدها انتقلت للستيبس رقم 3 وهي الجنريتنج بوسيبل سولوشن، وطبعا تعلمنا كيف نعمل جنريت للبوسيبل سولوشن باستخدام تقنية البرين ستورمينج. بعد ما ولدت هالحلول الممكنة، طبعا قلت انا هون بعمليه البرين ستورمينج، قلت بجمع او بعمل ليست للايدياز او السولوشن as many as possible. بعدها رح انتقل لعملية أو للخطوة الرابعة وهي الاناليسز للسولوشن. بلش أنا حلل هالسولوشن اللي جمعتها بعملية البرين ستورمينج. هلأ رح انتقل للخطوة الخامسة وهي عملية select the best solution، أنت تختار الحل الأمثل أو الحل الأفضل. أحيانا ممكن تسمعوا ببعض المراجع تشوفوا الoptimum solution الحل الأمثل، وأحياناً ممكن تشوفوا الـ best solution الحل الأفضل. عملية الـ select best solution طبعاً بتتم بناءً على أو خلوني باستخدام عدة طرق. الطريقة الأولى أنت تمعن النظر وتتفحص منيح هل solution اللي أنت عملت له generate by brainstorming باستخدام تقنية الـ brainstorming. شوفوا أول خطوة شو ممكن تعمل. أول خطوة عم يقول لي أنتك تفحص كتير منيح الـ various influence factors للـ each possible solution. بتبلش تبحث كتير منيح وتدرس وتتفحص وتتمعن مختلف العوامل اللي بتأثر أو المؤثرة لكل حل من الحلول المقترحة. مثلاً إذا قلت شو هي العوامل، مثلا عامل الوقت، عامل الكلفة، قد يكون عامل الجودة، عامل الأمان، كل هالعوامل هي بتأثر على اختيارنا الحقيقة لأحد الحلول. بعد ما بحثت أنت بهالعوامل، هون بتبلش بقى تعمل أو تاخد القرار بأي حلول بدك تحتفظ فيها وأي الحلول بدك تستبعدها. هون بتبلش بقى تغربل الحلول جزء منه. بعد ما درست شو هي العوامل المؤثرة بتقول لا هي مستحيل، هي رح استبعدها، هي ما بتحقق أبدا مثلا المعايير أو الكونسترينت اللي رح أحكي عنها لاحقا. والجزء اللي بحسه أنه هو بيلبي الشروط المتاحة it's okay بحتفظ فيه. بعد ما اخترت اللي بدي احتفظ فيه، بلش بقى أنا هون بمعن النظر بالحل ككل. على فرض انه انا مثلا من بعد ما غربلتهم طلع معي 4 أو 5 حلول، من بين هالاربع او خمس حلول رح اختار حل من هالحلول، اوكي؟ وبتطلع عليه هيك نظرة شاملة، بتطلع عليه ككل، من حيث مثلا تكلفة حله، الوقت المحتاج انا لحله، هل هو فعلا applicable قابل للتطبيق، شو هو نسبة الأمان اللي بحققها وقت أنا مثلاً طبق هذا الحل، شو مدى نسبة حله للمشكلة. كل هيدون بطلع عليهم هيك كلهم مع بعضهم هيك كولكشن، مجموعة واحدة. بعد ما طلعت عليه هيك للحل نظرة هيك شاملة، هون بقى بدخل وبقرر، بعمل الجاجمنت فيما أنه أنا بدي استخدم هالحل أم لا، whether to use a solution or not. الطريقة الثانية لحتى أني أعمل select the best solution باستخدام fact or intuition، باستخدام الحقائق أو الحدس. أحياناً عم يقول لك the pure facts and figures، أحياناً الحقائق الحقيقة والأرقام المحضة أو الصرفة بتملي عليك which idea will work، أي هي من هالأفكار بدأت تشتغل معك، أي هي من هالحلول اللي أنت اخترتها سوف تنجح عند تطبيقها. ولكن في بعض الأحيان أو في بعض الحالات in other situation it will be purely feeling، أحياناً بيكون عندك
الشعور الصرف أو المشاعر البحتة أو الانتويشن الحدس هو بقرر، ما بقى بتعتمد على الأرقام والحقائق. طريقة أيضا أخرى للسلكت بيست سولوشن عملك عن طريق الشورت ليست، قائمة مختصرة. كيف بدي أحصل على القائمة المختصرة؟ سبق وقلت بالبرين ستورمينج أنا بلشت أجمع السولوشن والأيدياز as many as possible. طيب صار عندي مثلا راح أفرض 30 حل. هل 30 حل شو بعمل أنا؟ بروح بعمل عليهم فوتينج، تصويت. قد أشرك عمل في عملية التصويت مثلا أعضاء الفريق اللي عم يشتغلوا معي، تمام؟ بعد ما عملت فوتينج، أوكي؟ بطلع من هالتصويت هيدا بشورت ليست، بقائمة مختصرة فيها البوتنشال سولوشنز، فيها الحلول المحتملة. يعني من أصل هالخمسين حل المقترح ممكن اطلع لي بثلاث او اربع حلول هي اللي تم التصويت عليها اكثر من قبل اعضاء الفريق. ما طلعت بهالبوتنشال سولوشن بهالاربع حلول، انا هون بقى بيجي دوري، بينتهي فيني المطاف انه قرر هل بستخدم واحد من هالحلول او بستخدم اكثر من حل، لانه ممكن يكون في اكثر من حل للمشكله، او ببساطه ممكن اتوصل انه نو فايلبل سولوشنز، اتوصل انه ولا حل من هالحلول قابل للتطبيق. ايضا فيني اعمل سيلكت للبيست سولوشن باستخدام الديسيجن ميكينج، اتخاذ القرار، باستخدام تقنيه اتخاذ القرار. ما هي تقنية اتخاذ القرار؟ عم يقولي decision making is the act of choosing، هي فعل الاختيار between two or more course of action. إذن هي فعل الاختيار بين مسارين أو أكثر من الإجراءات. ممكن يكون عندك المسار A، المسار B، المسار C، plan A، plan B، plan C، وبدك تختار واحد منهم. الحقيقة أنا رح اكتفي بس بهذا التعريف البسيط لـ decision making، لأنه عادة اتخاذ القرار هو تم إضافته هون بموضوع الـ problem solving، هنا عادة بيترافقوا مع بعضهم الحقيقة problem solving مع decision making، حل المشكلات مع اتخاذ القرار. رح نفرد له محاضرة خاصة فيه ونعرف أكثر عن الـ decision making ونفهم كيف ممكن عن جد ناخذ القرار. عم قلي في عملية حل المشكلات كيف ممكن أنا أخذ القرار؟ بقول لك عملية حل المشكلات بتضمن اتخاذ القرار، إنك أنت تختار بين واحد أو أكثر من الحلول المتاحة أو الممكنة. القرار عادة طبعاً أو ممكن أنت تأخذه إما باستخدام الانتويتيف أو بناء على الانتويتيف، بناء على الحدس اللي عندك، أو ريزند أو بناء على التحليل أو المنطق، أو ممكن تستخدم الأسلوبين الحدس والتحليل والمنطق، تعمل كومباينيشن بين ذم. وأحيانا ممكن على فكرة عن طريق هيك راندوم بشكل عشوائي أنت ممكن تاخذ القرار. خلونا نشوف كيف ممكن أنا أخذ القرار بناء على مثلا الحدس أو بناء على التحليل، وكيف ممكن أخذ القرار بناء على هيدين والأسلوبين مع بعضهم. في حال أنا بدي أختار الـ best solution بناء على الـ intuition أو الـ intuitive، في حال استخدمت هالأسلوب أنا هون بستخدم الحقيقة المشاعر الصرفة حول الـ possible course of action. يعني أنا بعتمد على المشاعر في اتخاذ الإجراء أو في اتخاذ المسار اللي بدي أمشي فيه. بينما لو استخدمت أسلوب الريزونينج، أسلوب التحليل أو أسلوب المنطقي، هون بكون أنا عم بستخدم الفاكتس والفيجرز، الحقائق والأرقام الموجودة قدامي لحتى أصنع القرار. وبعدها شو بعمل؟ بوزن قراري في حال استخدمت الانتويشن، وبوزن قراري في حال استخدمت الريزنينج،
وقارن بيناتهم. طيب كيف بدي أوزن؟ كيف بدك توزن؟ هالشي رح أعلمك إياه بعملية أو بمحاضرة الديسيجن ميكينج. تابعني بمحاضرة الديسيجن ميكينج لحتى نعرف كيف ممكن نوزن قرارنا وعلى أساسه نختار السولوشن أو القرار الصائب. طيب في حال أنا اعتمدت أو طبقت الأسلوبين الريزن مع انتويشن، يا ترى كيف بدي أعمل هالتجميعة أو هالخلطة مع بعضها أو هالميكس؟ بقول لك كتير ضروري ومفيد إنك أنت تبلش start with reason، تبلش بالتفكير بالمنطق وتبلش تجمع الفاكتس والفيجرز، تجمع الحقائق، تجمع الأرقام، تجمع الانفورميشن كل المتعلقة بالموضوع أو المشكلة. بعد ما جمعت الأرقام والحقائق تمام، قلت بلش بقى بعمل أناليسز ومن بعد عملية مظبوط هالحكي، بعمل عملية الأناليسز ومن بعد الأناليسز بقى طبعا قبل عملية الأناليسز لا تنسوا أنا بعمل الجنريتنج للسلوشن باستخدام البرين ستورمينج، وبعد دخلت على الأناليسز وبعد أجيت بقى على السلكت بيست سلوشن. هلا صار عندي القرار واضح. Once you have an obvious decision، مجرد ما صار عندك القرارات واضحة، هلا بقى بيجي دور intuition، بيجي دور الحدس. وهون بتشوف how do you feel about the answer، كيف عم تشعر تجاه القرار اللي أخذته أو الحل اللي أخذته. هل تشعر بالرضا؟ هل تشعر بالراحة؟ هل حاسس إنه اختيارك صائب أم غلط؟ في حال كان عندك شعور قوي بيقلك إنه لا هيدا القرار أو هيدا الحل اللي أنا اخترته فعلا سوف يحل المشكلة، بيقلك go ahead. في حال العكس if not، ارجع القي نظرة have another look، ارجع القي نظرة على هيدا الحل وحاول تفتش بالسبب اللي مخلاك إنه ليه هيدا القرار مش ممكن يكون هو القرار الصائب، أو هالحل مش ممكن هو الحل الأمثل أو الأفضل. عم يقلي هون الحقيقة إذا كانت عواطفك أو حدسك مش ثابت أو ما عندك هيك حس داخلي والتزام داخلي وحدس داخلي تجاه هيدا القرار أو هيدا الحل اللي أنت أخدته، فأنت you will not implement it well or effectively، فأنت ما رح تطبقه بشكل جيد ولا بشكل فعال. الخطوة السادسة هي planning next course of action، بدك تبلش تخطط لمسار العمل القادم. شو هي next step من بعد ما اخترت select، من بعد ما عملت select أو اخترت the best solution؟ أكيد أنا من بعد ما اخترت ما رح وقف، اخترت بدي طبق، بدي نفذ، بدي طبقه على أرض الواقع، بدي حوله من فكرة إلى حقيقة، وبدي شوف الأشخاص اللي بدهم يساهموا في عملية التطبيق، وزع عليهم المهام، راقبهم واتأكد إنهم عم يمتثلوا للخطة وفق ما أنا مخطط لعملية التنفيذ. كل هيدا هو بيمثل الستيبس رقم 6. ومن بعد ما نفذ أنا المفروض أعمل تيست وإيفاليويت للنتائج اللي طلعت معي أكيد من عملية تطبيق هذا الحل لحتى أعرف هل هو فعلا حل المشكلة أم لا. خلونا نلقي نظرة هون على السلايد. عم قلي أنت هلأ now you have potential solution or solutions، أنت هلأ صار بين إيديك حل محتمل أو مجموعة من الحلول المحتملة، وأنت بحاجة لتقرر How you will make the solution happen؟ كيف بدك تجعله يحدث؟ كيف بدك تحوله لحقيقة؟ كيف بدك تطبقه؟ وبيتضمن إشراك أشخاص بأنهم يشتغلوا various things at various time، ولازم تعمل confirming تتأكد من أنهم هن عم ينفذوا as planned كما هو مخطط له. هون في عم يقلي ملاحظة هيك ظريفة، عم يقلي the prototype is an option here. الحقيقة البروتوتايب هو انك تعمل نموذج اولي للحل وتطبقه هيك على عينة صغيرة، هو هون optional وليس mandatory، خيار.
هالخطوة الحقيقة مهمة وببساطة بتضمن لك simply ensure بأن هال valuable thinking هالتفكير القيم اللي انت أخدك باتجاه انتك تلاقي حل هالمشكلة صار حقيقة becomes reality، أصبح واقع، ما بقى هو مجرد فكرة، ما بقى هو مجرد حبر على ورق، لا أصبح حقيقة، وبالإضافة إنه هو applicable قابل للتطبيق، وليس هو هيك بس خيال أنا ما قادر أطبقه. هيك بنكون ختمنا الخطوات اللي بمر فيها عملية الـ problem solving. رح انتقل لمصطلح الانجينيرينج ديزاين بروسيس، وكان بالحقيقة هو موجود على أول سلايد عندي في موضوعنا اللي هو الـ problem solving، ومحطوط اختصار الـ EDP، وأنا تقصدت إنه منوه عليه لأنه بدي أحكي عنه شوي مفصلاً. ما المقصود بالإنجينيرينج ديزاين بروسيس؟ إنجينيرينج ديزاين بروسيس هو عم يقول لي سيريس أوف ستيبس، هو مجموعة من الخطوات اللي بيستخدمها الفرق الهندسية حتى تكون بمثابة جايد، دليل أو مرشد لإلهم كيف يعملوا سولف للبروبلم، كيف يحلوا المشاكل. الديزاين بروسيس عملية التصميم الحقيقة هي سايكليكال. هي شو المقصود بعملية سايكليكال؟ يعني خليني أقول هي دورية مثلا، تمام؟ شو معنى الدورية؟ دورية meaning بأن الانجينيرز، هذا يعني دورية بأن تعني بأن المهندسين repeat the steps as many times as needs. إذا عملية التصميم دورية تعني أن المهندسين بيكرروا الخطوات عدة مرات حسب الحاجة، بيكرروا الخطوات مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة حسب الاحتياج، وبكل مرة بيكرروها بيعملوا improvement. إذا making improvement along the way، ما بس مجرد تكرار، بكل مرة أنا خلصت أول مرة بشوف شو هي الصعوبات أو العقبات أو كيف ممكن حسن، بضيف هالتحسينات على المرة الثانية وبرجع بكرر. في حال عندي تحسينات أيضا برجع كمان من خلال observation والتست أكيد رح أطلع به التحسينات، برجع بكرر المرة الثالثة وبرجع بكرر المرة الرابعة وهكذا حسب احتياجي. شوف عملية الديزاين بروسيس هون شو حلوة. كان عندي هي البايسيكل السيستم القديم اللي باستخدام طبعا دعسات الأرجل لحتى تقدر تحركها، طبعاً ركبوا لهون سولار سيل أري، مجموعة خلايا شمسية، وربطوها هون بالإلكتريكال موتور لحتى أنت بدل ما تستخدم دعسة الأرجل لحتى تحرك البايسيكل عن طريق الطاقة الممكن تولدها السولار سيل فينك تحرك البايسيكل، ومنها كمان ظريفة أنك تعمل كمظلة تحميك من الشمس. الحقيقة صورة جميلة جدا واختراع ذكي وصديق للبيئة أيضا. اسمحوا لي أرجع أذكر بالـ elements of the engineering design process، عناصر عملية التصميم الهندسي. أولا هي define، قلنا نعرف define و identify للproblem للمشكلة، للكريتيريا وللكونسترينت. شو المقصود بالكريتيريا والكونسترينت؟ الكريتيريا انت تحدد شو هي المعايير لازم يستوفيها الحل المختار. مثلا احد المعايير انه الحل المختار اللي انا بدي اختاره لحتى اطبقه طبعا يجب ان يصحح جذر المشكلة او سبب المشكلة، وليس ان يعالج نتائج المشكلة ويبلش يخفف من آثارها. كما سبق وذكرت بالسيشن الماضي، المشكلة المشاكل بحلها، في منها بخفف من آثارها وفي منها بفعل شيء. إذا مثلا راح أفرض أنه أحد الكريتيريا عندي أنه هالحل يصحح سبب المشكلة. شو المقصود بالكونسترينت؟ القيود. ممكن يكون عندي أنا قيود مفروض علي تتحكم فيني
وأحيانا بتجبرني أختار حل عن حل. شو هي القيود؟ أحيانا ممكن يكون عندي قيد زمني أو قيد مالي، لأنه بعض الحلول مثلا تكلفة تطبيقها عالية، أو بعض الحلول بيكون تطبيقها بيحتاج وقت وأنا عندي الزمن محدود لحتى حل المشكلة. فهي هي القيود اللي بتكون مفروض علي وبتخليني اضطر اني انا اخذ قرار او افضل سولوشن عن الاخر. بعد ما عملت ديفاين اكيد انا قلت بدي اروح اعمل ستراكشرينج او دو باك جراوند ريسيرش، ببلش بعمل بحث وبجمع الكولكت انفورميشن قد ما فيني وبحدد النيد والريكوايرمنت. من بعدها بنتقل لعمليه البرين ستورمينج، وقلت بالبرين ستورمينج بعمل ليست للسولوشن او للايدياز as many as possible عن طريق البرين ستورمينج، بولد السولوشن كلها generating solution. بعد ما عملت generating solution اكيد رح انتقل لعمليه الاناليسز. من بعد الاناليسز رح اعمل select للبيست سولوشن او الاوبتيمال سولوشن. عمليه السيلكت بتتم بناء على لا تنسوا الكريتيريا، المعيار اللي لازم يتوفر فيه الحل المختار، وبناء على القيود المفروض علي. بعد ما عملت سيلكت عم يقول لي البروتوتايب كان اوبشن، اتس اوبشنال، انك انت تعمل نموذج اولي للحل وتطبقه وتشوف شو هي النتائج اللي بدها تطلع معك او راح تحصل عليها. كيف بدي احصل على هالنتائج؟ عن طريق اني انا اعمل التيست، اختبار وايفالويت وتقييم. طيب نتيجة التست والإيفاليويت طلعت معي نتائج، هالنتائج أنا بدي أعمل فيها تقرير، صح؟ أكيد طلع معي نتائج، هالنتائج بدي أكتب فيها تقرير، وهالتقرير شو بدي أعمل فيه؟ التقرير بدي أعمله كومينيكيت، بدي بلغ فيه، بدي أعرف بالنتائج اللي وصلت فيها. أوكي، إذا رح أعمل كومينيكيت للريزلت اللي وصلت فيها، لمين يا ترى أنا بدي بلغ هالنتائج اللي وصل فيها؟ قد ممكن بلغها للتيم ميتس، لزملائي في الفريق، او ممكن للمانجر. تمام، بلغتهم، بدهم يطلعوا على هالنتائج. في حال كانت النتائج جيده، وهيدا هو السؤال اللي هون عم بساله، از يور جوب دان، يعني انه انت نتائج ايجابيه او جيده، يعني انه انت الوظيفه المطلوبه منك انك انت تعرف تختار الحل الافضل تمت بالفعل والمشكله عندك انحلت وكان ظاهر من النتائج الإيجابية، it's okay، تمام، الوضع عنا تمام. في حال إنه كانت النتائج سلبية أو غير مرضية وما انحلت المشكلة، بيرجع هون بيقول لك refine the design، رجع عيد التصميم. يعني أنا لوين بدي أرجع؟ يعني رجع لهون لأول خطوة، رجع عمول define للproblem وشوف وراعي الconstraint والكريتيريا المفروض عليه، رجع جمع collect للinformation، ولت حلول، عمل لها اناليسيس، بعد رجع اختار حل غير الحل اللي اخترته قبل، وبيز اون كريتيريا اوف سولوشن طور نموذج اولي، اتس اوكي، اختبره واعمل له تيست، اطلع بنتائج، بلغ فيها له النتائج للتيم ميتس وللمانجر وشوف هالنتائج. في حال اتس اوكي، تمام، الوضع عندك انحل والمشكله تمام انحلت، في حال لو رجع لثالث مره اعمل ريفاين للديزاين. الديزاين انجينير رول، ما هو دور مهندس التصميم؟ مهندس التصميم الحقيقة بيعمل دايركت، بيوجه وكوردينيت، بينسق وبيستخدم الاثوريتي، الفانكشنال اثوريتي، بيستخدم سلطته الوظيفية في التطبيق، في البلانينج، في التخطيط، في الاورجنايزيشن، في التنظيم، في التحكم، في المراقبه، في الانتجريشن، في التكامل، وفي الكومبليشن، وفي استكمال المشاريع الهندسيه. كل هالشيء ضمن الاريا اوف اسايند ريسبونسابيلتي، ضمن المسؤوليات الموكله له، مجال المسؤوليات الموكله له. اذا ما هي الستبس اوف انجينيرينج ديزاين بروسيس؟ شوف الخطوات اللي بتمر فيها عملية الانجينيرينج ديزاين بروسيس، عاملينها بفلو شارت. الحقيقة الفلو شارت جميل جدا. خلونا نرجع
نركز الخطوات أو الستيبس اللي بمر فيها. الانجينيرينج ديزاين بروسيس، قلت أول خطوة هي ديفاين ذا بروبلم، بحدد وبعرف المشكلة، بعدها بعمل ستراكشرينج أو هي دو باك جراوند ريسيرش، ببلش أعمل يعني أبحاث، أعمل كوليكت للإنفورميشن، بحدد النيد، بعدها عم يقلي سبيسيفاي ريكوايرمنت، نيد والريكوايرمنت، بحدد متطلباتي واحتياجاتي، بعدها بنتقل لعملية البرين ستورمينج لحتى أولد الحلول. بعد البرين ستورمينج بعمل ايفاليويت، تقييم. قبل التقييم في عندي اناليسز اكيد، تحليل، ومن بعد بتجي عملية التقييم، ومن بعدها بختار حل. بعد ما اخترت حل عم يقلي ديفلوب البروتوتايب سولوشن، اوكي، طور حل نموذج اولي، اوكي، طورته، طبقه، من بعد التطبيق اعمل تيست اختبار لهالسولوشن وشوف شو النتيجة اللي بتطلع معك. في حال السولوشن meet requirements، في حال لبى متطلباتك او احتياجاتك اللي انت حددتها هون بهالمرحلة هون، تمام، كتير كويس، بقول له communicate your result، بلغ او دون او سجل طبعا النتائج اللي وصلت لها بتقرير وروح بلغه للمانجر. طيب ممكن التست سولوشن، اول اختبار عملته للسولوشن المختار الحقيقه ممكن يعمل ميت للريكوايرمنت ولكن بارشلي بشكل جزئي، او ممكن ما يحقق ابدا المتطلبات ولا يرضي المتطلبات الليلي. بهالحاله شو بعمل؟ بقول لك بهالحاله ارجع تاني مره واعمل هالخطوه وهالخطوه وهالخطوه، شوف شو عم يقول لي. based on result and data make design changes، رجع عيد اعمل تغييرات في التصميم، اعمل بروتوتايب من الاول وجديد، تيست اجين اند ريفيو نيو داتا، ورجع راجع الداتا اللي حصلت عليها، اعملها تيست وبلش بقى اختبرها وطلع بنتائج. في حال هي عن جد عملت الريكوايرمنت، حققت المتطلبات، كومينيكيت. في حال ما حققت ابدا او حققت بشكل جزئي، رجع تاني مره لهون لعمليه البرين ستورمينج، رجع ولد حلول وعمل ايفالويشن وعمل اناليسز واختار الحل اخر والى اخره، وهكذا لحتى توصل للحل ويطلع معك الحل المختار، حقق المتطلبات. بهالفلو شارت الرائع جدا الحقيقه بنكون وصلنا لنهايه موضوعنا وهو البروبلم سولفينج. بتمنى كلنا نبتدي نطبق هالستبس في حل المشاكل اللي متعرض لها، سواء في حياتنا العملية أو في حياتنا الخاصة. رح أشكركم على الإصغاء، وإن شاء الله بنلتقي مجددا بموضوع آخر.